اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين مره اخرى. يعني برده كابتن ربيع كلام مهم جدا كنا بنتكلم فيه قبل الفاصل. عايزين نعرف بقى كابتن ربيع ماذا سيحدث خلال الفتره اللي جايه؟ هل يجب الاعتماد على او ان المهاجم الصريح ده هيفضل كده طول عمره او خلال الفتره اللي جايه في ظل هذه الظروف وفي ظل هذه الطرق اللي موجوده هيفضل كده هو ده دوره ان هو يجيب عدد قليل من الاهداف ولكن يكون محطه اكتر منه حاجه ثانيه؟ محطه هو له دور. نعم. وله وظيفه وله مهام. بس الناس كلها على طول عارفه ايه يا كابتن؟ عارفه ان المهاجم الصريح ده هو اللي بيجيب اجوان. ماشي. ان كابتن حسام حسن، الكابتن عمرو زكي، كابتن عماد متعب، الكباتن الكبار اللي كانوا موجودين. ماشي. طوال تاريخ الكره المصريه عارفين يعني بيتقلب الاسم. لكن دلوقتي احنا لما بنيجي نقعد نختار او نقعد نفكر وما هنيجي نتكلم عن المنتخب دلوقتي هنلاقي نفسنا عمالين نلف في دايره. انا من وجهه نظري ما ينفعش النهارده اشكل لعيب 11 لاعب بدون راس حربه. لو انا مدرب وجوده وجود راس حربه ده طبعا خلاص وتعودنا والطريقه بتتبني على كده. نعم. من اول حارس المرمى لحد راس الحربه لانه برضه له دور. خلي بالك الكوره النهارده جري، تحركات، تمرير، حاجات كتيره جدا، فهو له دور مهم جدا وظيفه عند المدير الفني. نعم. في البوزيشن بتاعه، المساحه تحته اللي بيحددها المدير الفني عشان يبتدي ينظم اموره في الثلاثي اللي تحت راس حربه. نعم. الباكين. فانا متهيألي الدور الثاني مش هيختلف كتير عن الدور الاول بالنسبه لطرق اللعب. هيستمر فتره يعني متهيألي الموسم ده كله كل معظم الفرق بالراس حربه الواحد، فرق قليله جدا راس حربه الثاني، لان زي ما قلنا انا من وجهه نظري اللاعب الجوكر هو دلوقتي اللي بيتم الاعتماد عليه بشكل كبير جدا. واختيارات بتحتاج لاعب جوكر النهارده اوظفه حسب الطريقه وحسب الفريق المنافس وحسب الشغل الهجومي. ده بالنسبه للراس حربه الصريح، فانا مش شايف كتير التغييرات قليله جدا بالنسبه للراس حربه الصريح الواحد. كابتن هادي هنتكلم بقى عن منتخبنا القومي. مهم جدا ان احنا نتكلم عن برضو في نفس الاطار المهاجم الصريح. احنا عندنا اثنين مهاجمين يعني صراح تم اختيارهم اللي هو مروان محسن النادي الاهلي واحمد حسن كوكا سبورتنج براغا. نفس الكلام، هل سيعاني منتخبنا القومي ولا سيتم تغيير طريقه لعب؟ يعني انا كنت امبارح عارف ان مثلا منتخبنا القومي احتمال ما يلعبش براس حربه صريح، احتمال يلعب بكهرباء قدام زي ما حضرتك كنت بتتكلم، يلعب بمحمد صلاح قدام يا كابتن ربيع ميدو. فهتبقى هل ايه اللي هيحصل؟ هو طبعا اختيار اثنين بس في المنتخب بيقلق شويه، لا قدر الله لو حد مصاب او حد كذا يبقى بتعتمد على واحد بس، وبالتالي هتشتغل على العنصر اللي جاي من وسط الملعب اللي هو ممكن يؤدي هذا الدور، سواء بقى اللي عندنا محمود عبد المنعم كهربا ممكن يؤدي الدور ده. لا كتير بقى. لا يعني هو تقريبا اللي ممكن يؤديها كهربا، صلاح، صلاح ممكن، صلاح بيعملها في روما شويه، رمضان صبحي على فكره، صبحي فيرويد ممكن، تريزيجيه صعب يعني شويه، عمرو ورده ممكن، جنابه احسن، جنابه اكتر. جنابه اكتر يا كابتن، ولكن ممكن جدا تحطه قدام. بالظبط. استحاله طبعا، انا بفتقده كده، انا بفتقد كل خطورته وكل حاجه بالنسبه لتريزيجيه. بس تريزيجيه ورمضان وصلاح احنا بنتكلم على في حاله الضروره، في حاله الضروره لو مروان محسن واحمد حسن كوكا سواء لو في اصابات او في انذارات اكتر اتنين هتتصرف، انت ممكن كنت تتصرف من مصر هنا وتاخد مهاجم ثالث معاك وتامن نفسك. نعم. ما خدتوش على حساب حد من ممكن يكون بيدينا الزحمه اللي ورا. كابتن هادي ان هو فكره الفرود عنده مش ورده دلوقتي، يعني ان انا هلعب زي ما حضرتك قلت كده، ان انا العب بثلاثه في محمد صلاح مثلا، عبد الله السعيد، تريزيجيه، ايا كان بقى رمضان، هلعب ثلاثه ما فهمش الفرود اللي هو الصريح قوي مش من بدايه المباراه. انا لا، ده انا بتكلم اصل اثنين فرود ان انا اخدهم على منتخب مصر كابتن ربيع، يعني صعبه قوي، صعبه قوي. ممكن يكون انا اسمع بتاعتك كابتن هادي زياده على الاثنين قليل طبعا. يعني انا شايف ان مثلا احمد جمعه ماشي كويس قوي مع النادي المصري، هداف الدوري العام، ثاني هداف الدوري، 8 اهداف، لكن خبرته الدوليه واحنا يعني ده احنا عندنا ده انا هعمل حلقه ان شاء الله قريب عن الفارق ما بين الخبره الدوليه والخبره المحليه. بس يعني هو الراجل احنا ما شفناهوش دوليا. نعم. يعني ما شفناهوش دوليا. وانا الظروف كانت يعني انت لما لعبت منتخب مصر تاخد احمد جمعه مثلا، لو الظروف هتقول دولي هو الدولي يتجهز بالظبط، لو انا عندي رغبه وعندي قناعه بيه هاخده حتى لو مع استرام. لكن هو عشان في عدد لعيبه كتير في المنتخب وافضليه للناس المحترفه، والافضليه للناس المحترفه كمان كلهم بيلعبوا من تحت الفرقه، من تحت الفرقه. يعني انت عندك قوه منتخبنا الوطني يا كابتن هادي طبعا من تحت طبعا يعني يا كابتن ربيع كل منتخبنا الوطني
افضل صحيح. خط فيه هو الخط طبعا. بص اللي بيتكلم فيه عشان الناس واحد اكتر واحد التاني عشان هو افضل خط فيه صحيح. اتحرم مؤمن زكريا بالزبط. اتحرم وليد سليمان احمد صحيح. الشيخ احمد الشيخ صحيح. ان هم يروحوا صحيح. لان دول يعني يستاهلوا صحيح. يستاهلوا لان صحيح. يعني المشاهد الاخيره ليهم في الدوري في اهدافهم نعم. في تحركاتهم في في تميزهم يعني يستاهل ان هم يروحوا اماكن فيها ناس محترفه في مصر بالظبط. لكن انت هنا ما بتتكلم بتتكلم على حوالي 10 لاعبين من خارج اللي محترفين في الخارج نعم. وحوالي 12 لاعب داخلي نعم. من 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 مصر. يعني هنا فكره التوازن موجوده شويه فكره وجود لعيبه شويه من الاهلي والزمالك قد يكون فيها توازنات شويه مع ان دي المفروض ما يبقاش فيها المفروض توازنات المنتخب الاكفأ هو اللي يروح تمام. خلينا ناخد ايضا واحد من المديرين الفنيين اللي موجودين في في الدوري العام المصري كابتن خالد دعيد المدير الفني لنادي طنطا. كابتن خالد ازي حضرتك؟ كابتن اسلام ازي كابتن اسلام وتحياتي ليك والكابتن ربيع سيم تحياتي للكابتن هاني خشو وكابتن حمد حسن. اهلا بيك كابتن خالد. اهلا بيك الله يخليك. يعني كابتن خالد موضوعين مهمين جدا بنتكلم عنهم. الموضوع الاول وهو الاستبدال والموافقه على فتح باب الاستبدال. اتحاد كره القدم وافق على فتح باب الاستبدال. بالنسبه لحضرتك هل هذا يمثل شيء جيد ولا لا؟ اكيد انا بالنسبه لي طبعا يا كابتن اسلام يمثل لي شيء كويس. يعني انا كنت اتمنى طبعا الاستبدال يتم وكده. انا طبعا انت عارف حضرتك احنا فريق صاعد وكده وعايزين ندعم في شهر واحد تدعيم كويس. نعم. افتكر برضه هيبقى افاده لينا احنا كالانديه الصغيره اللي صعدت للدوري الممتاز السنه دي. يعني حضرتك شايف ان الاستبدال بالنسبه لطنطا مهم جدا؟ طبعا طبعا. ولكن ان اللوائح من الاول او من قبل بدايه الدوري لا طبعا يا كابتن. هو المفروض اللوائح اما بتتعمل لازم يبقى في نظام والناس تمشي عليها والكلام. لكن احنا برضو طبعا اما عرفنا في استبدال وكده فبرضو احنا هنستفاد. يعني برضو احنا الفرق الصغيره هتستفاد غير الفرق الكبيره. نعم. يعني ممكن الفرق الكبيره تكون مقفله اللوائح بتاعتها وكده. لكن احنا كان عندنا ثلاث اماكن السنه دي لسه ما جبناش فيهم لعيبه. ومع طبعا الاستبدال وكده ومع اللعيبه اللي هم بتوع 97 ممكن يساعدونا كمان في الفتره اللي جايه كمان. تمام. حضرتك شايف حظوظ منتخبنا القومي خلال الفتره اللي جايه ايه يا كابتن خالد؟ انا بتمنى طبعا يا كابتن ان حظوظنا تبقى كويسه جدا في الـ في الـ في الدوره ديت. احنا بقى لنا ثلاث سنين ما وصلناش للامم الافريقيه. احنا طبعا المنتخب الفتره اللي فاتت كان عامل انجازات كويسه بالفوز على غانا والكلام ده في الفتره اللي فاتت ديت. احنا نتمنى طبعا ان الاختيارات تكون موفقه والتشكيل اللي هو اللي ان شاء الله مصر تبدا فيه يكون طبعا اكيد طبعا مستر كوبا اكيد طبعا عنده خلفيه عن الفرق اللي هيلعبها وكده يكون التشكيل مناسب لكل ماتش هيلعب كده. تمام. اشكرك يا كابتن خالد. الكابتن خالد عيد المدير الفني لفريق طنطا اشكرك. يعني قبل برضو ما نختم هذه الفقره كابتن ربيع عايز اسال حضرتك عن مثلا وجود واحد زي النني محمد النني واحد من ابرز اللاعبين في هذا المكان. دي وجهه نظري انا يعني ان هو واحد من ابرز اللاعبين اللي يجب الاعتماد عليهم في هذا المكان. الراجل تم اختياره من واحد من افضل المديرين الفنيين اللي موجودين في العالم افضل 10 في العالم مش هقول افضل 5. وبالتالي كان كلام كتير اليومين ثلاثه اللي فاتوا عن ان اصل النني كذا والنني كذا والنني كذا. راي حضرتك ايه يا كابتن ربيع في هذا الموضوع؟ لا النني لعيب كبير اولا وثانيا ان هو بيلعب في نادي كبير جدا مع مدرب عالمي مصنف. نعم. اختياراته من الولاد الصغيرين يعني هو مشهور بان هو بيختار الشباب ويلعبهم في نادي الارسنال وبيكبرهم طبعا مفيش كلام. مدرب عالمي هو في نفس الوقت ليه دور كبير جدا في منتخب مصر. انما انا برضو مدير فني على اعلى مستوى اختيارات موفقه جدا نتائج هايله. نعم. له دور مهم جدا جدا ما يقدرش طبعا منتخب مصر الفتره دي يقدر يستغنى عن خدمات النني في الملعب. نعم. له دور فني عند المدير الفني وعند الجهاز الفني. ممكن احنا خلي بالك هذا كجمهور ما نحسش بيه قوي في الملعب لكن في مدربين يقدروا يقيموا النني فنيا صح. تحركاته تمريره ودوره الدفاعي كم مره بالكره قطعها كم مره باصه اماميه حاجات كتير فنيه. اعتقد اقدر واحد هو ادرى بيها مستر كوبر في اختياراته واختيار موفق للنني. ولكن حضرتك شايفه ان هو حاجه مهمه في المنتخب؟ طبعا انا بقول لك حاجه مهمه اللي بالاجماع في الارسنال اولا محترف في نادي كبير جدا. نعم. ده معناه يا كابتن هيتجامل مع احترام الشديد في الدوري الانجليزي. ثانيا انه اساسي في منتخب مصر عندنا بقاله سنتين في ناس ادوارها مش بارزه لكن ليه دور فني عند المدير الفني. فهو اساسي في منتخب مصر في تصفياتنا وصولنا لكاس افريقيا وكاس العالم وكل الماتشات بيلعبها من اول دقيقه لاخر دقيقه ما اتغيرش. نعم. يبقى له دور ومهم جدا
وانا عارف وانا بقول ان النني من اللعيبه الكبار جدا جدا في منتخب مصر. كابتن هادي. لا هو النني طبعا ما فيش لعيب بيصل لهذا المكان في اقوى دوري في العالم في من فرق المصنفه في الارسنال الا لما يكون عدى على اختبارات كبيره جدا وتحديات كبيره جدا. لعيب الكره ليس فقط ان هو بيؤدي واجبات البوزيشن بتاعه اللي هو النني فعلا بيؤديها بشكل كويس، انما ايضا هو كيفيه التحكم في اعصابه بشكل كبير جدا، كيفيه السيطره على شخصيته، كيفيه التعامل مع الجمهور، كيفيه تقبل ان هو يلعب مع فرق كبيره. هو بيؤدي الوظيفه بتاعته ومهام المكلف بها من قبل المدير الفني ما يطلب منه. وايضا بيتعامل بنفس المنطلق اللي بيلعب فيه في الدوري الانجليزي بيتعامل فيه في المنتخب المصري مع هكتور كوبر، وبالتالي هو لعيب مؤثر جدا وهيبقى ليه دور مع منتخب مصر الفتره القادمه ان شاء الله. ميدو. والله كابتن اسلام يعني طبعا بصرف النظر احنا ارائنا ايه، لازم ندعم المنتخب بكل لعيبته، لازم نقول احنا عندنا احسن لعيبه في العالم كله في الفتره دي، ما ينفعش ان احنا ننتقد لعيب ايا كان هو مين، حتى اللي خرجوا بره المعسكر لازم كلنا ندعمهم، كلهم نجوم كلهم كبار. ما ينفعش نتكلم على لعيب ايا كان طالما هو اختير من مدرب كبير بيلعب في اكبر الدوريات في العالم، بيلعب في اكبر الانديه في العالم، ما ينفعش نتكلم عليه خالص. لكن احنا طبعا بندعم المنتخب وندعم كل لعيبته ووراه ان شاء الله لابعد الحدود. اخيرا اتفضل يا كابتن. الاسم النادي اللي محترف فيه وموجود فيه يدي قوه لمنتخب مصر، عندي لاعب من الارسنال. مظبوط طبعا مظبوط. وبعدين قدام المنافس، وبعدين هو النني بتختلف ادواره، انا عايزه ايه؟ انا يعني هو لما كان بيلعب في بازل كان دوره مختلف تماما، كان بيروح وبيزيد وبيجيب اجوال، كان بيلعب الديفندر من البوكس تو بوكس زي ما احنا او من الصندوق للصندوق، كان دوره مختلف. لكن هو بيلعب، هو هنا عايز مطلوب منه ان هو يقطع ويسلم ويبقى تحت الكوره، ان هو يلعب ابسط الكوره، يعني يلعب سهل. السهل قوي قوي قوي، هو مطلوب منه كده. لكن هو ممكن يعمل اكتر من كده، لكن هو مطلوب منه مدرب كبير قوي 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 زي فينجر ده، يعني ما ينفعش ان احنا نتكلم عليه اساسا، هو مطلوب منه دور، فما مش هينفع اقيمه طالما انا طالما هو بينفذ الدور اللي هو بيطالب بيه. لكن طبعا كل لعيبه يا كابتن اسلام لعيبه كويسه قوي، لعيبه نجوم كبار جدا، احنا بنتكلم ان هو كان ممكن يضيف لعيبه، لكن طبعا اللعيبه الموجودين ان شاء الله اداه قدود زي ما بنقول بالبلدي. يا كابتن برضو معلش، اللعيبه كتير جدا ما شاء الله الفتره دي، اللعيبه كتيره جدا يا كابتن ميدو، كابتن هادي، لعيبه منتخب مصر الكويسه كويسة. يعني زي ما حضرتك اتكلمت على مؤمن واتكلمت على وليد واتكلمت على احمد جمعه واتكلمت على الشيخ بره، وهم يستاهلوا موجودين لكثره اللعيبه يا كابتن. طبعا لا مجال للانتقاد دلوقتي خالص. توقعاتك يا كابتن ربيع اخيرا للمنتخب؟ منتخب انا فنيا اقدر اقول ان عندنا منتخب على مستوى يحقق نتيجه كويسه، هيوصل على الاقل بالجهاز الفني ده وخبراته وشغله والقدرات اللي عندي دي ان شاء الله اوصل للاربعه بمشيئه الله تعالى. كابتن هادي. لا اتوقع ان شاء الله المنتخب يحقق باذن الله البطوله بشكل كبير جدا، اهم حاجه في تركيز عالي جدا من الجهاز الفني واللاعبين، وياخدوا مباراه تونس القادمه بمنتهى الجديه. نعم. لان دي مؤشر لاستعدادهم بشكل كبير جدا لمباراه مالي اللي هتكون في يناير 17 يناير ان شاء الله بشكل جيد باذن الله. وايا كان مين اللي هيلعب ومين البديل، لازم كل الفرقه تكون على قلب رجل واحد وكله يشجع بعض وكله يبقى مع بعض، هي دي روح البطوله. الكابتن حسن شحاته في الثلاث بطولات والكابتن جوهري يعني دايما روح الفريق كانت هي دي العلامه المميزه لمنتخب مصر. كابتن ميدو. والله كابتن اسلام احنا كمصريين ممكن نعمل اي حاجه تحت اي ظرف تحت اي ضغوط بايا كان هو مين في اي مجال مش في الكوره بس. احنا لو نفتكر منتخب الكابتن جوهري 98 اعتقد لما احنا قلنا مش هنعمل، يقول هو نفسه كان بيقول مش هنعمل اي حاجه خالص، ورحنا خدنا البطوله وجينا بطوله حسام حسن اللي احنا كنا مسمينها كده. فانا ان شاء الله المنتخب يقدر يعمل اي حاجه، اللعيبه رجاله جدا، مصر يعمل اي حاجه يعني حتى لو ما فيش مدرب ان شاء الله. فان شاء الله انا اتوقع ان شاء الله ان هم يجيبوا البطوله يا رب ان شاء الله ويشرفونا كده ونضيف لدولاب بطولاتنا بطوله جديده يا رب، وتبقى نجاح كبير. واعتقد ان لو منتخبنا الوطني فاز بهذه البطوله إن شاء الله وعمل نجاحات اعتقد ان ده هيعود على كره القدم المصريه والدور الثاني في الدوري، اعتقد ان الناس كلها هتموت بعض بقى علشان يعني مصر خلاص ان شاء الله اقتربت من كاس العالم لاول مره منذ فترات طويله. فنتمنى كل التوفيق ان شاء الله لمنتخبنا القومي. كابتن ربيع اشكرك على تواجدك معانا، كابتن هادي اشكرك على تواجدك معانا، كابتن ميدو اشكرك على تواجدك معانا. هنطلع فاصل وبعد الفاصل هيكون معايا المدرب العام للنادي الاهلي كابتن احمد ايوب، عفوا هتكلم معاه في اشياء كثيره جدا تخص النادي الاهلي، هتكلم معاه في الاستبدال،
هتكلم معاه ايضا عن منتخبنا القومي، وايضا هتكلم معاه في سؤال حلقه اليوم، هل تراجع دور المهاجم الصريح في كره القدم الحديثه ولا لا، وده بينطبق على نادي الاهلي ولا لا. كابتن احمد ايوب ان شاء الله بعد الفاصل.